سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كي دايرين مع الصحة؟ كاين شي كسكسو اليوم؟ لا اليوم خسر ليلة القدر. عواشركم مبروكة البنات، باش ما تمنيتو ان شاء الله يختي. شوفوا كنحاولوا يختي قادوا الحالة. يلا ضربتها بواحد التدويشة. عواشركم مبروكة البنات، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطولة العمر وليلة قدر مباركة إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله يجعل دعواتكم مقبولة إن شاء الله، وعافاكم البنات، الله يرحم لكم الوالدين. بغيتكم تفرجوا في الفيديو من الأول للأخير بطبيعة الحال، تخليوا إشارات يدوزوا، وكذلك الله يرحم لكم الوالدين البنات. ما تنساونيش من الدعوات ديالكم، الدعوة معايا البنات اليوم. الله يحفظكم الله يحفظكم، الله يخلي لكم اللي عزيز عليكم، تقليد عليكم البنات. اي وحده اليوم غادي تصلي ولا غادي الدعوات ديالها، ما تنساونيش من الدعوات ديالكم. الله يشافيني والله يعافيني يا ربي، والله يدير لي شي تاويل ديال الخير يا رب العالمين. مهم البنات، شوفوا قلت لكم انا قاديت ضربت واحد التدويشه، قاديت العكبه يا اختي باش نبانوا واحد الصوره زوينه. هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا اصحاب القنوات، انهم يعطيونا واحد الطاقه ايجابيه. الناس خصوصا الامراض، يعني مريضه خاصني نعطي واحد الصوره ايجابيه، واحد الطاقه زوينه، واحد يعني ماشي المرض تيخلع حنايا نزيدو نخلعو. المهم البنات كيف ما شفتوا طبيعه الحال هاد جوج فيديوهات هادو الاخرين بينوا لكم الحقيقه كامله، وباش نكملوا الحقيقه، باش نكمل لكم كشف الحقائق ونسدوا على هذا الموضوع هذا، فكان خاصكم ولا بد انكم تعرفوا شي حوايج باش هكا ما تبقاوش حتى هما غالطين فيهم. لانني لقيت بزاف ديال البنات اللي الحمد لله اللهم لك الحمد انهم عرفوا الخطا ديالهم، والحمد لله ان بزاف ديال البنات عرفوا يعني ان داكشي كلشي اللي كان كيتقال عليا غير كذوب، فقط تستغلوا صحاب القنوات الله يهديهم، الله يهديهم على ريوسهم قبل ما يكون يهديهم على شي حد اخر، انهم غير تتبان لهم فرصه ديال شي وحده ولا شنو، وكيشدوها كيديروا لكم قدامكم بحال ما هكا، وكيجلسوا ينهشوا لها في الحلم ديالها، وانتم بطبيعه الحال يعني بلا ما كتحسوا كتبقاو كتيقوا في ديك الهضره، وكتبقاو كاين الناس. لان لقيت بزاف 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 التعاليق اللي كيقولوا لي صباح اختي سمحي لينا، والله حتى كنا غالطين، كنا شاكين، كنا هادي، يعني كنسمعوا كنديروا، ما تبقاوش البنات اي حاجه انكم تسمعوا. واش حساب لكم انهم كتهمهم المصلحه ديالكم ويبينوا لكم حق الحقيقه، ولا حق هذا كذاب، ولا حق هذا تيقول الحق؟ راه تتبني المصلحه ديالهم انهم باغيين يطلعوا الفيديو، باغيين يربحوا الفلوس على اي موضوع. راه ماشي غير انا بوحدي، يعني راه هادشي دار بزاف ديال الناس، تيشدوا لك الواحد تيمحطوا لك قدامك وتيجلسوا ينتشوا لي في اللحم ديالو، تيشدوا اللحم بك وتيديروا لك حتى فمك. وتصور معايا، غير تصوروا، غير تصوروا نتوما دابا تشدي اللحم ديال خوك المسلم وتاكليه هو خضر. الله سبحانه وتعالى كيقول لك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. كيقول لك الله سبحانه وتعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. راه هو هذا، يعني بقيتوا متيقين شهر رمضان كامل، يعني كاين اللي كتجي كتدخل تعالق كتبدا تعاير كتبدا تسب كتبدا، وهي مسكينه ما فاهمه حتى شي حاجه، بان ديك غير لعبه دايرينها، ناس ما عندهم لا ضمير لا اخلاق لا حتى شي حاجه، فقط باغيين يطلعوا القنوات ديالهم بالكذوب وبالنفاق، وفي الاول وفي الاخر ما تيصح الا الصحيح. ودابا من بعد ما شفتوا الحقيقه، ومن بعد ما قريتوا الوراق كاملين، ومن بعد ما عرفتوا وشفتوا الطبيبه شنو كتقول، يعني انا عمرني ما كذبت عليكم في شي حاجه في شي كلمه، يعني تنادم معاكم الحال، وهادشي اللي ما كنتش باغاه يوقع. والله العظيم البنات انا راه عندي الظروف ديالي، التفكير ديالي انا راه ماشي هو التفكير ديالك انت، ماشي هو التفكير ديال الاخرى، ماشي هو التفكير ديال الاخرى. انا راه عندي شي حوايج يعني شي حوايج نبغي نقولهم، شي حوايج كنبغي نحتفظ بهم الراسي، يعني خصوصيات ديالي على نفسيتي على بناتي على نفسيه بناتي. انا في الاول وفي الاخر كيهموني بناتي، وكتهمني النفسيه ديالهم وكيفاش، واحد الحاجه ما نبغيهمش يشوفوها ما غاديش نبينها ليهم، واحد يعني بزاف ديال الحوايج. يعني جيت لاخيك 70 عذر،
ثم ما درتو ليا لا عاود الاول لا عاود الثاني، كنقولها لكم كنعاودها لكم كتيقوش، كنقول لكم السرطان ما معاش اللعب، واوراق اوراق رسميه ومطبوعه وسميتو ما عادش نلعب. فاش قلت لكم عندي عمليه مستعجله ما ضحكتش معاكم، ولا لقيتوني يعني مازال لحد الساعه واقفه وضاحكه وناشطه وسميتو فراه الحمد لله من فضل الله من فضل الله، وهذه قوه من عند الله سبحانه وتعالى، كنحمد الله وكنشكروا عليها، وفي الاول وفي الاخر كتبقى الاعمار بيد الله البنات. بما انكم عرفتوا الحقيقه كامله باش نختموا معكم هذا الشيء، وبما انني لقيت بزاف ديال الناس اللي كيهضروا على هذا الموضوع ديال الفلوس الفلوس المبالغ خياليه، اصلا كنت كنشوف شي ارقام خياليه وكنبقى نضحك 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 نضحك، وحق الله العظيم كنقول اخلي ما يبغى يقول يا رب، تنقول يا رب رزقني بك احد الفلوس اللي تيقولوا اللي تيقولوا خديته، اللي تيقول شديتك عاد تهميني متهميني باطل، يا رب رزقني بيهم يا رب رزقني بيهم، ما تنسمع شي فلوس نقول صافي هادو فلوس العملية وفلوس وفلوس الشيمي وفلوس ديك البرة ديال الحماية وفلوس ويشات اليوم ندير فيلا هادشي حق الله العظيم. والمضحك في الأمر أن كاينين التعاليق كاينين الناس يعني دي فو كونت لأنهم ماشي كونت حقيقيين، دي فو كونت كيكتبو شي أرقام خيالية وكنبقى نضحك، ولا شي وحدة كتكون آي الله فايقة منها تبقى كاع حماقة غاسلة وجهها مرمصة تقول لك المحسنين بغاو يرفعوا دعوة قضائية وهذه وهذه، كلشي كذوب في كذوب. دابا المشكلة أن هاد صحاب القنوات هادو الله يديهم على ريوسهم، أنا كنقول أنا عارفة ومتأكدة أن الله سبحانه وتعالى ما كيرضاش بظلم العباد، وأن حقي غادي ناخذه لا سواء في الدنيا لا سواء في الآخرة، وأن دوك الفلوس اللي طلعوا على ظهري غادي يتصرفوا فيهم إن شاء الله بالمرض وبحوايج خايبة. أنا واثقة لأن الله سبحانه وتعالى راه الحكم ديالو عادل، ومع ذلك بنادم ما كيحشمش وحق الله العلي العظيم، كتصيبي أنه كيديروا دي فوكونت وغير الهضرة الخاوية كلشي غير تعاويد خاوي باش يخلعوكم نتوما وباش ياثروا عليكم نتوما، وانا كنبقى نضحك مع راسي كنقول خليه ما عرفتش علاش. لان دابا تصوري معايا انا البارح البنات غاديه في الطريق غاديه في الطريق لسوق السبت، وسامعين لي شي كلام كينبحوا هاو 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 كينبحوا كينبحوا كينبحوا، زدت بالطوموبيل وخليتهم. هذاك الشيء اللي كندير في الواقع يعني، واش في نظركم غادي نزيد وغادي نخليهم كينبحوا مورايا وغنمشي فين انا غادي نقضي شغلي، ولا غادي نحط الطوموبيل وغادي نهبط ليهم حتى انا نبدا نبح عليهم وغادي نعضهم؟ راه لا يمكن، راه الكلب كيبقى غير كلب كنخليه غير كينبح، وداك الشيء اللي كنت كندير يعني كنخلي بنادم كيهضر انا عارفه الحقيقه، انا اللي كيبقاو فيا كيبقاو فيا هما نتومايا هما نتومايا اللي كاينين بزاف ديال الناس اللي مساكن ضيعوا عليهم الشهر ديال رمضان اللي هو شهر التوبه شهر الرحمه شهر المغفره يعني شهر التواب، وكيدي الذنوب ديالي باش بالكتابه ديال التعاليق ديال الخيبه بسوء الظن بزاف ديال الحوايج. يعني تصوري انت واحد الانسانه ما واصلها ما ظالمه ما حتى شي حاجه وكتجي كتكتب لك تعليق خايب يا الكذابه يا هذه كتب ان شاء الله يكون فيك السرطان ديال بصحك ولا خاطري ورافيه ديال بصحك سيرياكم يا مع راساتك الا شفتوا هاد الابتسامه هادي وهاد الضحكه هادي هاد الابتسامه ديال صباح غادي تبقى حتى لاخر نفس، شو راه تلقاوني داخل غرفه العمليات ومقاده لك الحاله وضاربه لك بالضحيكه، الضحيكه ديما يا سيدي ربي تبقى عندي يا سيدي ربي ديما، ويا ربي يعطيني القوه ويعطيني الصحه ويعطيني الجهد البنات يا ربي يا ربي يا ربي. فاش كنشوف دوك المبالغ الخيالية وحق الناس قالوا وحق ما الناس ما قالوا، وحتى فاش يعني بدينا كنهضروا وعاودت لكم الحقيقة ويعني على حساب مولات السطوريات سميتو، لقيت بزاف ديال البنات ومنهم واحد الأخت اللي قالت لي صباح شحال عطاتك شحال عطاتك بالفرانك نصيفطو لها ما تبقاش تحل فما عليك، بزاف ديال البنات اللي قالوا لي صباح رجعي ليها فلوسها باش ما تبقاش تحل فما عليك. فكنقول جاوبتهم في التعاليق، ولاني انا كنقولها لكم هنايا في الفيديو اقسم لكم بعز الجلاله والله العلي العظيم ما عطاتني فرانك من جيبها ما عطاتو ليا، خسرت عليا جوج سطوريات من بعدها دارت عليا 10 سطوريات وكملتها بجوج فيديوهات كل فيديو في 37 دقيقه مهزوز من الزيت ومن عندي
حاطه كنت حطيت هما التصاور كدلائل، لان من حقي انني ندعيها ونربحها ونخرجها منها ثالثه متنيه. ولكن انا كنقول ان كل انسان كيعبر على المستوى ديالو، وان كل انسان كيبين الاصل ديالو الحقيقي. واخا العيا وشتي هاد السوشيال ميديا، واخا العيا ونبينو فواحد الوجه ونزوقو فيه والناس وانا هكا وانا هكا، راه في الاول وفي الاخير لا يصح الا الصحيح. والله سبحانه وتعالى كنقول الحمد لله انه كيبين ليا يعني النوايا، وكيغرب ليا بنادم من 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 جنابي كيغربلو ليا. الحمد لله اللهم لك الحمد، كنكتفي فقط بحسبي الله ونعم الوكيل. والله العلي العظيم البنات هي ما عطاتني درهم من جيبها، ما عطاتو ليا، كل عطاتو ليا والله ماشي مصطي ولا هبيلة ويلا. راه كبرنا في الخير الحمد لله وعشنا فيه، والحمد لله الا جات أزمة ولا مورا ما مات عبد الرحيم ولا شنو، الحمد لله اللهم لك الحمد. تيقول لك عاشر الجيعان من بعد شبعة، وما تعاشرش الشبعان من بعد جوعة. الحمد لله كون كانت عطاتني شي درهم كنت غادي نصيفطو ليها، عندي السميه عندي الكنيه ديالها عندي الادريس كلشي، نصيفطو ليها عاد نبلوكيها قبل ما نبلوكيها. انا ماشي حمقى ولا هبيله، ولكن ما صيفطت ليا حتى درهم غير الاتهام الباطل وغير الهضره الخاويه وغير بلا 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 وبندير وبيدير والخير والفعل والخير عندهم عليه. فجوج ديال الناس اللي جاوا من طرفها فقط، جوج ديال الناس وبلا ما نهضروا، جوج ديال الناس اللي جاوا من طرفها فقط لا غير. اما الناس الاخرين يعني لا، سواء اللي دخلوا عندي من تيك توك او لا سواء اللي دخلوا عندي من اليوتيوب القناه ديالي، فكل وحده اقسم لكم بالله العلي العظيم لا كل وحده مسجلاها بسميتها وبانها خاصه، يعني انها بغات يعني خاصه بالمرض ديالي، يعني دارت معايا الخير على قبل المرض ديالي كنسجلها. يعني كل وحده في اي وحده تعاونت معايا مسجلها عندي، يعني ما عندهم فين يتالفوا ليا باش يجي يبداو وحدين راس مرادين في عقل، وحده تتحل العينيه من النعاس مع نمشي المغاسل توجهها وتجي تحط فيديو. الناس المحسنين ما يديروا شي كايا، الناس قالوا هادوك الناس عليك بالتقار ومعادين عليك، وهادوك الناس وبلاد الخير وبنات الخير وكابرين في الخير وعارفين راسهم داروا الخير ونسوا، وبنادم تبقى ينبح 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 ينبح. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا دوك البنات يعني اللي تساعدوا معايا وداك الشيء الا كيشوفوا بحال ما كيموتوا بالضحك كيصيفطوا ليا لدابا الان، لانني انا مسجله. واخا انا ما كندخلش قلت لكم حبست انا شحال هادي، يعني فاش عرفت في البيت سكان اشنو اللي فيه ريزلت اللي خرجت ليا في البيت سكان صافي حبست، ما يديروهاش مني الناس قلت صواب ولا شي حاجه. يعني فاش كنلقى لي ميساج كنعرف ان هذيك الانسان يعني صديقه ديالي او اللي عاونتني ولا كندخل كنجاوبه. واغلبيه ديال الناس اللي عاونوني راهم عرفوا اشنو لقيت في البيت سكان قبل ما نقولها في الفيديو، حيت كيسولوا عليا. ومساكنه تصوري ان وحده عطيك الفلوس معاونه معاك وكدعى معاك كل وقيته وكتصيفط لك، يعني كاينين الناس اللي كيصيفطوا لي داكشي ديال المعطيشه ومريوتلي نتوما كتضحكوا عليهم ديال دوك البذور ديال المشماش ديال بزاف، يقولوا لي صافي هادشي ديري لعل وعسى. يعني تصوري وحده عطاك فلوس معاونه معاك وكتقول لك ديري هادشي لعل وعسى، يعني ماشي كتسنى انها باغا تشوفك ميته باش هي ترتاح ان دوك الفلوس اللي خرجتهم راهم كتعاجي بهم ولا. كاينه شحال من وحده اللي كتقول لي صباح انا بغيتك غير تعاوني بهم التحاليل، وصباح انا بغيتك تعاوني بهم شري المكملات ديال دي اكس ان. نتوما عارفين انا عندي لكم مكملات ديال دي اكس ان راه كناخذهم بمليون، باش كناخذهم تقريبا يعني غير ميكو فيتا كناخذها ب 5200 درهم الثمن ديال البيع ديالها، وماشي يعني راه ميكو فيتا راه كاينه الصغيره وكاينه الكبيره، كاين الساشيات الصغار كاين الكبار راه فيهم وفيهم، يعني راه ماشي وحدين، يعني كاين سبيرولينا يعني بزاف ديال الحوايج، يعني والناس عارفين هذا الشيء. والحمد لله اللي دار شي خير راه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اقسم لكم بالله عمر شي وحده ما قالت لي شي كلمه، ولا عمر شي وحده مسكينه قالت لي صباح امطره علاش ما درتيش العمليه ولا علاش صي اصلا. كاينه اللي كتصيفط لي 100 درهم والله العلي العظيم اللي كنشكرها كيف ما كندير مع الاخرى كيف ما كندير مع، يعني الناس سبحان الله العلي العظيم. والناس داروا الخير ونساو ومشاو كملوا على حياتهم، ومع من كتحيري كتحيري مع واحد المناع ديال الخير، ما داير خير ما باغي يخلي اللي يديرو،
ما ناديها في سوق راسه، ما عرفش الواحد النوع ديال البشر كيف داير، اقسم لكم بالله. وهذا الشيء الاخت خديجه تورينو صيفطت لي 2000 درهم من جيبها، راجلها تصور ما نساش ليها الفضل ديالها، والله العلي العظيم شكرتها، ومازال يعني الجميل ديالها فوق راسي اضافه لبزاف ديال الناس. انا علاش قلت لكم الاخت خديجه تورينو؟ حين تقارنتها مع مولات ستوريات، اخت خديجه تورينو جبدتهم من جيبها وصيفطت لي 2000 درهم، وراجلها مسكين نايض في الليل وكيضرب مع لابليكاسيون باش يصيفط ليا الفلوس، ما قالت حتى كلمه. ديك بنت الخير ما قالت حتى كلمه، ما هضرتش مسكينه، ما قالتش على الصباح شديتي الفلوس ما درتيش العمليه ولا امضره ولا علاه ولا نصبتي ولا كذبتي، باش تعرفوا اللي كابر في الخير كابر واللي كابر في الجوع كابر. والحمد لله الله يلاقينا مع محسن منا، وإلا كان شي حد في جنابنا الله يغربلو ويبعدو علينا، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق يا رب العالمين. نجيو الموضوع اللي هوايا اللي كامل الناس كانوا كيسمعوا، شي مبالغ خيالي وانا براسي كنت كنسمعهم وكنت كنضحك، اللي هو اللايف الاول ديال تيك توك. اللايف الاول ديال تيك توك باش تعرفوا انني انا البلاد، اقسم لكم بالله، وانا راه اي حاجه كنقولها لكم راه عندي عليها الدليل ديالها، وعندي لي زوديو بالمحادثات بكل شيء. فكيف ما قلت لكم انا في الاول فاش عرفت راسي مريضه وسميتو، يعني كنت مصدومه وكنت مخلوعه وكنت كنسمع المبالغ خياليه وهادي وديك، وكنمشي للكلينيك ولا السبيطار كنسمع هادي كتقول لك، يعني كنكونوا حنايا هادي كتقول لك انا جبت العلاج بروتوكول بوكا، انا درت بوكا، انا شحال خسرت، انا شحال خسرت. فهي فاش راني عاودت لكم قلت لكم شكون اللي اقترح عليا ان الناس يتعاونوا معايا ما فيها باس، ف ديك الساعه انا كنت قلت لكم في لي فيديو، والله رجعوا الاول فيديو البنات ورجعوا شنو كنقول لكم، وراه حتى الناس راهم شهدوا شهاده الحق اللي تواصلوا معايا، قالوا لكم هذه شهاده الحق غنقولوا اختي صباح تواصلنا معاه وما طلبت منا لا فلوس لا والو، قالت لنا فقط دعوا معايا. كنت كنقول لكم البنات انا تفرجوا لي غير في لي فيديو في الفيديوهات، وتفرجوا لي في الاشهارات وبقاو تدعمونا دو نورهان، والله العلي العظيم لكان نيتي ان بناتي انهم هما اللي بقاو يصوروا، لان صافي فاش كتسمعي انه عندك سرطان سريع وسميتو راه كتخلعي، وما طلبتش منكم من الاول لا مساعده حتى شي حاجه، يعني تقترحوا عليا، قالوا لي راه الناس راه بغاو وهذه يعني في الاول راه قلت لكم شكون اللي قالت لي مولات ستوريات. وجات عندي الاخت ناصره اللي شكرا ليها بزاف بزاف، هذيك بنت الخير عمرني ما ننسى خيرها عندكم، تواصلت معايا ناصره وكانوا معها صحاباتها في تيك توك قمر وواحد البنت اخرى ما عقلتش على سميتها. المهم تواصلت معايا ناصره، حيت ناصره انا كنعرفها قبل ما نمرض، يعني شي اكثر من عام وانا كنعرفها، كانت بغا حيت هي دايره بروجي كتبيع وتشري، كانت باغا السلعه وكانت تواصلت معايا، وفاش سمعتني انني مرضت يعني كانت طالعه في لايف مع البنات وجبدوا الموضوع، انا في راسي ما يتعاود وما كنتش اصلا كاع عارفه تيك توك ديالها، فجبدوا موضوع ديال حيت هما كيتساعدوا بيناتهم الا كانت شي حاله ولا شي حاجه كيتساعدوا، جبدوا موضوع ديال المرض، ما المرض صباح مسكينه مريضه، وما يقولوا لها البنات قولي لها تطلع معاك في اللايف راه حنا بغينا نتساعدوا معاها وراه ما كتجاوبناش. فناصره حيت عندها نمرتي وانا مسجلاها تواصلت معايا وقالت لي صباح اختي راه البنات راه بغاوك تطلعي معاهم في اللايف، راه هما بغاو يتساعدوا معاك، راه ماشي قلت لها انا ما قدرتش، قالت لي لا راه هما اللي بغاو انهم يتساعدوا معاك، وهادي صباح راه ما فيها حتى شي حاجه ديال العيب، انت اصلا دابا مريضه ومحتاجه سميتو، يعني طلعي معنا في اللايف. قلت لها واخا داكشي نيت اللي درت، يعني تصوروا طلعت مع السيده في اللايف، هو هذاك اللايف اللي تهز وتد قال لكم 35 مليون، وانا ري على 35 مليون، وانا ري على 35 مليون، انا نهضر لكم غير على اللايف الاول اللي غنهضر لكم عليها البنات، حيت راه كلشي راه كنا كنديرو قدام عيني الناس. 35 مليون 35 مليون 35 مليون واو، 35 مليون في لايف واحد كي درتو لها، واخا نكون ميسي واخا نكون رونالدو ما بقاش يجيب 35 مليون في مباراه واحده. انا راسي كنبقى نضحك، فكلنا كنجمعوا راه كلشي قدامكم وكلشي في اللايف كان كلشي، وهذيك السيده امينه بزاف اختي ناصره امينه امينه بزاف، يعني ان لدرجه لا شي وحده قالت ليها بغيت السميه والكنيه ديال صباح كتواصل معايا،
كانت اي حاجه كتكتبها بالورقه بالستيلو مسكينه يعني، والناس من وراها شنو ولاو تيجيو عندي تقولوا لي لا راه شدت راه ماشي هكاك راه مبارك عليكم ما تبقاو تديو في الباطل والله. اش نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. بلا دوك اللي كانوا يدخلوا صحابه القنوات كانوا كيدخلوا عرفتوا تصوروا ان واحد الانسان في محنه سميتو وتحسدوها وتدخلوا تبداو تعايروا تقولوا ودي فوكونت بزاف ويدخلوا عند السيده ويقولوا لها لا ومال هي وانا اللي خصني وانا اللي تعاونيني وراه كلشي معروف راه دايره غير زوينه كلشي معروف. ولكن خصكم غير تعرفوا واحد الحاجه ان الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي شي رزق لشي انسان كيسخر ليه واحد العبد كيف ما كانت قالتها ليا نصر قالت لي حنا غير سخرنا لك الله اما داك الشيء راه رزقك بغاه لك الله ابتلاك بالمرض وبغى يخفف عليك وهذا رزق. شي لو كان انا نهرب من رزقي كان رزقي غيتبعني في البرق. هذا الشيء الله سبحانه وتعالى اللي كيقولوا كاين في القران الكريم زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فدرنا اول لايف راه كان قدام الناس تقريبا مليون اللي تجمعات فيه شي مليون تقريبا اللي تجمعات فيه عندي كلشي بالدليل شتي كلشي بالدليل كلشي عندي باقي مسجل الوريقات يعني كلشي كلشي كلشي. فيبدا بنادم يكذب ويبدا بنادم يهضر ويبدا عندي الوريقات كاملين شتو الوريقات كلشي بالدليل بكل شيء. يبدا بنادم لا 35 مليون لا ليفينمون حتى ليفينمون حتى هو تبعو العصير عليه ليفينمون. كان واحد ليفينمون اللي كنشكر بزاف السيده مولاتو كيكونوا هكا يعني المغاربه والجزائر والتوانسه ومن كل شيء كيكونوا دايرين يعني بحال لبس القفطان الماكله النشاط الضحك كيتجمعوا فيه في الغربه كي يعني الا كان شي واحد هكا محتاج ولا شنو كيقولوا راه واحد الحاله انسانيه هذه ديال فكان لي فيمون كان المفروض انه كان غادي يكون واحد دي جي وكان يعني نصيره غادي يعني غادي تقول لهم راه كاينه واحد السيده في المغرب وهذه وديك فاللي بغى يتعاون. فللاسف ما كانش دي جي ونصيره مسكينه عرفتوا تصوروا ان هذيك الانسانه انها ما اختك ما بنتك ما امك ما حتى شي حاجه فقط لانها كتفرج فيك وكتعجبيها وانها ديجا تواصلت معك انها تبغي توقف معك مسكينه كتهضر بالجهد بجهده يعني تصور ان ما عندهاش الميكرو ما عندهاش كتهضر بالجهد. فمسكينه داكشي اللي جمعت تقريبا شي كدا 50000 ريال او لا بلا دوك الورقات الاولين اللي صيفطات ليا. فهذا هو يعني القدر. فبنادم ولا تيقول لا جمعت 35 مليون من اللايف الاول جمعت 20 مليون من اللايف الثاني جمعت 70 مليون من اللايف الثالث ايوا راه هكاك راني انا راني تعالجت ودرت العمليه وشريت الفيلا ويلي ويلي. وحده تتقول لها لا راه بغات تدخل بنتها راه تصيفط بنتها لفرنسا ما تصيفطها باش تقرا زعما راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحق الله العلي العظيم هذا هو اللي كاين كلشي عندي بالدليل وكلشي سميتو. وانا من بعد وحق الله العظيم اللي لقيت السيده مسكينه ولاو تياديوها بزاف وكيسينيالي بها اللايف وسميتو قلت لها لا صافي اختي نصيره وحق الله العظيم راه اختي نصيره كاينه قلت لها صافي اختي نصيره ما تبرطيش راسك معايا انا ان شاء الله دابا يدير ليا سيدي ربي تاويل ديال الخير. واختي نصيره راه كنت كنعاود لها كلشي وراه صيفطت لها مؤخرا صيفطت ليها ديال بيت سكان صيفطت ليها داك المورسو اللي قطعت من كيفاش غادي دوز العمليه ديالو اشنو غايديروا ليا فيها بالضبط. قلت لها هانتي شوفي ها علاش وها علاش اجلت العمليه تنشوف هادشي اللي كندير فيه. وهي اصلا كنت قلت ليها يعني ها اشنو كندير انا واشنو كندير يعني ما كنخزن حتى شي حاجه على حتى شي واحد. فبنادم كيدير معاك الخير وكينساه ولاد الخير راهم باينين الخير عندهم مالي ارى ليا كتحيري مع شي جنس جيعان جنس مسطيبين هادي حل العيني تجلسي الف عليك القصص حتى شي حاجه من هذاك الشيء اللي كتسمعوها البنات ما حقيقه والله العلي العظيم حتى شي حاجه ما حقيقه حتى شي حاجه ما حقيقه. انا قلت لكم ها اللي كاين في اللايف الاول اللي كنتو كتسمعوا 35 مليون هادي ديك كاين يعني الاخت خديجه طورينو صيفطات الاخت ناصره عاودت صيفطات ليا
كاينين يعني جوج اللي من طرف مولات ستوري، والناس اللي دخلوا من عندي لا سواء يعني من عندي من تيك توك او لا من عند يعني المتتبعات ديالي يعني اللي كيتفرجوا فيا، كانوا كاينين كليانات ديالي دخلوا. مازال واش فيا انا سعيد سبحان الله يلا سيري كوريدا قلت لكم البنات لا سواء من المتتبعات ديالي اللي ما عمرني نسى خير حتى شي وحده فيهم، وعندي كلهم مسجلين. عرفتوا تصوروا ان الناس يعني اللي كيبغيو يديروا الخير وكابرين في الخير وكيعرفوا الخير كاين كاملين كاملين مسجلين وحده بوحده. تصوروا ان سمحوا لي انني لما ذكرتهمش كاملين بالاسماء، كاينه بحال مثلا خالتي فوزيه. خالتي فوزيه تصوروا ان مسكينه صرت داكشي اللي قسم الله، وكتقول لي صباح بنيتي اعطيني النمره ديال ندى. شتي تكون هي برا يعني اوروبا تتقول لي شتي تكوني انت تمشي تدقي غير برا وتحتاج بنتك شي حاجه تصوني عليا ديك الساعه توصلها في المغرب. الا بنتك احتاجت شي حاجه وانت ماشي حداها انا هي ماما وانا هي خالتها وانا خالتك بنيتي. وكاينين بزاف ديال بنات الخير بحال خالتي فوزيه. يعني تصوروا ان كاع 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 الناس كاع الناس المتتبعات ديالي اللي تعاونوا معايا والله ثم والله الى الله يعمر ليهم الدار، وكيصيفطوا ليا لي ميساج دابا كيسولوا صباح كيف بقيتي صباح، وعمر شي وحده ما قالت لي صباح صيفطت لك الفلوس علاش ما درتيش العمليه. انا من ديتي راسي ملي كتسول فيا كي دار لك الحال كنقول لها شويه الحمد لله كاين واكل، يعني كاين الاغلبيه فيهم عارفين اشنو المشكل اللي عندي، واش قلتها لهم قبل ما نحط الفيديو يعني هما عارفين اشنو المشكل اللي عندي. وما عمر شي وحده ما قالت لي لا صيفط لي الوراق متاكد ولا سميتو ولا تتصبي بنان مع طريات ما ماشي لي جوج وفاتح الدنيا. بحال الاخت فريده اختي فريده اللي فصفطت لي الكوليه صورتها معاكم، هي مسكينه ما قالت لي لا صورها لا والو، بقى فيها الحال بزاف من التعاليق اللي تحطوا على قبلي انا ماشي عليها هي. قالت لي علاش صورتي الكوليه باش بنادم يبدا يهضر، قالت لي ما عجبهاش الحال ان بنادم يبقى يقول الهضره عليا وحق الله. قالت لي دابا انا ملي ما كنعرفكش قالت لي علاش زعما كيكتبوا في التعاليق واعد تهضر وعد تطم وبصحتك. قالت لي مالنا ما عرفناش هذيك الدار كيفاش درتي ليها، مالنا ما عرفناش هذوك البنيات كيفاش عاشوا. قالت لي انا كنفرح انا اللي صيفطت وانا اللي بغيت وانت ما طلبتي مني والو، وعلاش بنادم كيدخل دوك التعاليق لا صيفط لا هي كاين شي حد اخر اللي محتاج اكثر منها. قالت لي بصحتي وبراحتي انا بغيت نصيفط لك، واش شغل شي حد ما شغل حتى شي واحد. وفعلا نيت كتجي تشوفي كتقولي والانسان مالو، كاينين اللي القلوب الزوينه اللي كيقولوا فرحنا عليك صباح والله مسكينه تفكراتك وتفكرات البنات، وكاينين يعني شي وحدين اللي سبحان الله العلي العظيم كنقول لكم ان كل واحد راه رزقه عند الله سبحانه وتعالى. والله ثم اختي فريده بقى فيها الحال بزاف مسكينه. عرفتوا تصوروا مسكينه لدرجه انها صيفطت لي السوتيامات راه قلت لكم غير الملابس الداخليه، قالت لي بغيتهم باش نشوفهم واش جاوا قدك ولا لا، هادو غير صيفطهم لك نجرب نتيستي بهم واش جاوا قدك ولا لا باش نعاود نصيفطهم لك لانهم مرطبين لك. صيفطات لي دوك الفاصلات قالت لي باش تبغي تدوشي تعومي، قالت لي هادو ما غيدخلش لك الماء نهائيا يعني يقيس لك الولسيزة ولا شي حاجه. بزاف ديال دوك لي ماسك ديال الرجلين وسميت، قالت لي انا بغيت كاش تكوني ترتاحي وديريهم مال بنادم علاش هاد حقه وهي كتطلب مساعدات وهي هادي وهي هذيك، وراه كل واحد رزقه من عند الله سبحانه وتعالى. والله حتى اختي فريده مسكينه بقى فيها الحال بزاف، قالت لي شتي كاع هادشي زعما كيهضروا باش انايا نقول لا حقاش الناس. قالت لي انا بغيت نصيفط لك وانا صيفطت لك ملي كان مات راجلك ومازال غادي نصيفط لك، وهاد المره تقليد الله الا صيفط لك مابقاش تصوري لي باش بنادم ما يبقاش تابعك في حاجتك. قالت لي زعما داروا بحال ما هكاك باش انا ما بقاش نصيفط لك وانا عامه غنزيد نصيفط لك. يعني راه اللي بغى شي حد راه الله سبحانه وتعالى فاش كيحبب شي انسان فيه في الخلق ديالو راه ما عند البشر ما والو ستوب. غتقول لك الا عطاتك القمره ما جاوك النجوم في حتى شي حاجه، الا عطاك الله سبحانه وتعالى واحد الحاجه فبنادم ما عندو لاش يبقى يدخل انسان ناس مراد وحق الله العلي العظيم.
دابا انا فاش شفت التعاليق بزاف، تعاليق البارح اختي صباح سمحي لينا، يعني كنا شاكين فيك، كنا ظالمين هادي ديك اختي صباح، فقلت ولا بد. شوفوا البنات انا مسامحكم والله، شتي غير المتتبعات، انا كنهضر على المتتبعات، لا غير المتتبعات انا مسامحكم، حيت نتوما مساكن ما عليكم والو. هو انا كنقول لكم كنصيحه، شي اي وحده لا سواء السوشيال ميديا ولا سواء في الواقع، شي تجي تدق عليك شي وحده وتقول لك شتي فلانه واكين واكين واكين، ولا لا ضري فيها، قول لها سيري دخلي في سوق راسك، سيري ديها في مخك وديها في دارك وديها في ولادك وديها في صحتك وفي راسك، باش تعاودي لي يعني على هذه فلانه ولا على فلانه من سوقي فيها، ما تعاوديش لي على بنادم. هادشي هو اللي المفروض يكون، وحق الله تصوروا لو كان كانت عندنا هاد الثقافه هادي، تيكون كل واحد داخل سوق راسو، كل واحد من خرو خاشي عنده، ماشي خاشي في حياه بنادم. انا ما سوقيش شي، انا اللي كتشوفوني شي اقرب المقربين ليا، تجي تقول لي شتي قالوا عليك، تنقول لها ما تعاوديش ليا، ما سوقيش، تقول لا تقول اصلا ما سوقيش، ما لاش انا غنبدا نهضر باش نبدا نجبد شي حد، باش نبدا ندي الذنوب ديالو. واختي انا ما ندي ذنوب حد، ما سوقي في حد، ما انا عايشه في حياتي العار، نحل المشاكل غير انا، هذا ما ندخل اللي كذب كذب على راسو، واللي جلس جلس على راسو، ما عجبنيش واحد الانسان غندير ما يبقاش يطلع عليا وما بقاش نشوفه، ما عجبنيش واحد الانسان في الواقع غادي نسد عليه بابي ونتصنت لمخي، وهادشي هو اللي خصو يكون. وحق الله العظيم تصوروا لو كان كانت عندنا هاد الثقافه هذه البنات، حتى ما غيكون حتى شي مشكل، ان كل واحد غادي يديها في راسه، كل غتلقاونا عايشين بحالنا بحال الكبر، كل واحد ما ديها في راسه، كل واحد خدام على راسه، واحد ما يعرف الاخر شنو كيدير، واحد ما يتسوق الاخر. ولكن لا، حنايا وحده تفيق من الناس، ما جامعتها حالتها، اجي ندير فيديو على فلانه، كلشي من غتعاود خاوي، حتى شي حاجه مصحيحه، حتى شي حاجه مصحيحه. هي جيرانها قالوا عليها، هي عائلتها قالوا عليها، هي فلان قالوا عليها، ودوك التعاليق اللي كتشوفوا اقسم لكم بالله العلي العظيم البنات، راه دايرين غير جروب في الواتساب، كل وحده دايره واحد اكثر من 10 في الكومنتات، ما كاين عاجبه فم وقول، ما كاين احنا جيرانها، احنا يا عائلتها، احنا طاسيلتها، حتى شي حاجه ما كاينه، كلشي كذوب في كذوب. حيت انا شفت غير واحد التعليق واحد عندي انا في القناه اللي طلع ليا، وحده قالت ليهم انا غنرفع دعوه قضائيه ومصيفط 10 المليون. الله بنادم ومريض تكتب الكذبة وشي تنيطة دخلت عند الفطر تخوفين ناري، حق الله تكاري تمينة، وحق لا إله إلا الله تكتب النجمة ونقول لها أريد 10 مليون سيري ديري دعوة قضائية أنا نمشي معك. وضحكوا ضحكوا ضحكوا كثرت الهمس الضحك، والله البنات كتصقي بنادم ساكن، وحق الله العلي العظيم مابقاش نمشي نقول والله يا ربي الله، شو كنت نمشي تندخل تنقلب على سميتو على السكوت على الجلوتامين على سميتو، تندخل تشري تطلع لي هادشي، تطلع لي شي حاجة اللي تتعرفني. وحق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم البنات، النهاية ديال هادشي كلشي ما كاين كاع المبالغ الخيالية، ما كاين حتى شي حاجة منه ما كاين، وحق الله العلي العظيم البنات، إلى كلشي عندي بالسكرين، كلشي عندي بالإثبات، كلشي عندي، كلشي كلشي حق الله. يعني حتى البنات فاش كانوا في ليفينمون مساكنات اللي اتهموهم لا 20 مليون، لا 20 مليون، يعني البنات مساكنات داكشي اللي جمعوه في داك ليفينمون راه صوروه ليا، صوروه ليا فيديو وصيفطوه ليا، قسما بالله العلي العظيم الا صوروه ليا مساكنات فيديو وصيفطوه ليا، الله يخلف عليهم على نصيرة وعلى صحاباتها، والله يخلف على البنات ديال تيك توك كاملين اللي تعاونوا معايا، الله يخلف على الاخت خديجة طورينو، الله يخلف على البنات اللي دخلوا عندي من اليوتيوب، البنات اللي دخلوا ساهموا معايا، الدكتورة اكرام، عتيقة اختي، المهم ناس اللي عمر شي وحده ما قالت لي يا شي كلمه اللي
اللي جرحاتني او اللي شي كلمه اللي منات عليا بها داك الشيء اللي تعاونات معايا، ولا عمر شي وحده ما منات عليا شي حاجه، عمر شي وحده ما قالت لي شي كلمه ديال العيب ولا جرحتني، ولا عمر شي وحده من دوك المتتبعات لانني مسجله عندي كاملين ما قالت لي شي كلمه ولا جرحتني ولا منات عليا شي خير دارته معايا. وحلت عام مع وحلت عام مع قنوس مسطي جيعانه مناني للخير وحق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى دائما البنات ديما حطوا في بالكم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وتقول لك الله سبحانه وتعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كنتمنى انكم يعني من هذه القصه ديالي انا واولا هذا المرض ديالي انكم تتوما يتاخذوا واحد الدرس وواحد العبره، ماشي اي واحد جا قال لكم شي حاجه غادي تسيقوها، لان بنادم في الاول وفي الاخر راه تيهمو غير مصلحته هو انه يطلع فلوس على ظهر شي حد. اما باش تتهموه نتوما ما كتهموش، كون كنتو كتهموه كل اصلا هذا راه شهر ديال العباده وشهر ديال المغفره وشهر ديال الرحمه وشهر ديال بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش يخليوكم ديو الذنوب ديال عباد الله. ها نتوما دابا كاينه بزاف ديال البنات كنت كنلقاهم والله كنت اسف ليهم، وانا كنقول لكم في هذا الفيديو انا مسامحاكم البنات والله العظيم. اللي مسكينه الشهر كامل وهي كدعي ليا وكتعاير وسميتو في الاخر كيتبين ليها ان كل شيء غير كذوب وغير تفليه. راه والله شتي دوك اللي تيبداو يعاودوا لكم عليهم تصيبيهم صباح وعشيه غير تالفوا من عقلهم وتحطوا لكم، ما هي جيرانهم قالوا عليهم، ما هي حصلهم فلانه، هي قالت لي، هي العصفوره، هي هاديه، هي هذيك، غا كذوب 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 عمومايا بحال تيديروا لكم بحال تيسرحوكم والله. عاد تيعطيوكم شي حاجه، حيت حنا الشعب المغربي عزيز عندنا الفضول وعزيز عندنا نعرفوا شي حوايج بحال زعما الاسرار، ماشي من الاسرار وما كون اسرار كون دواعف فريوسهم وحلوا على مشاكل ومتسبي وحده غارقه مشاكل وغارقه، وتتجي تحط لك انت واحد الفيديو تتعاود لك جوج تعاودات تقول لي راه بصح، تتبقى يدي في الذنوب ديال هذوك الناس وتتبقى تعاير وتبقى مادي عليهم نظره خايبه. وفي الاخر بحال ديك الدريه اللي كانوا متهمينها مع باها، هي هادي هي هذيك هي هكا هي زينه المحارم، هي في الاخر صدق ان كل شيء غير كذوب وكل شيء بالرئاسه ومن المحكمه وما كاين حتى شي حاجه. ايوا باش الانسان غادي ملي غادي تولي مادي التقليد ديال واحد الدريه تتقولي عليها طايحه مع باها، وحده تيقولوا انها حامله من الحرام وهي من راجلنا. عرفتوا تصوروا ان راه هادشي كيبان لكم نتوما بسيط ولكن راه كبير عند الله سبحانه وتعالى. راه كل الاخطاء مغفوره عند الله سبحانه وتعالى الا ظلم العباد. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. انا كنقول لكم راه كاع الاخطاء مغفوره الا ظلم العباد، انا كنقولها لكم. شوفوا انا غير انا دابا هي كدابه، هي دارتها، هي قالت هذه، وفي الاخر طلع كل شيء غير باش انهم يطلعوا القنوات ديالهم. وحبل الكذوب راه قصير يعني كيبان كيبان. الله يدير لنا شتا ولدي الخير وصافي. هما ثانيه دابا بانت الحقيقه شاش من اختراعات ثاني غادي يخرج ثاني. راك صباح ها ماشي صباح في الفيديو في الصباح وفيديو العشيه بالنهار تتخليو تضيعو، ماشي يديروا جوج فيديو. انا وليت بحال داك الدواء ديالهم، حيت شي واحد لا كان مسطي شي دوك المسطيين خاصهم يشربوا الدواء مع الصباح ومع الغداء ومع العشيه. تتمنكم بالنهار خاصكم ديروا فيديو الصباح وفيديو في الغداء وفيديو العشيه دابا. راه ما تالفوا في القصص، انا راه ماديه في راسي تنقلب على المفيد ليا. يا ربي الله يدير ليا شي تاول ديال الخير، الله يلطف بيا يا رب العالمين. وحنايا سواء هكا سواء هكا راه ربي قادر بينا الحمد لله وغادي بحال ما هكا، وربي كيبغي ليا الخير. انا كنقولها وكنعاودها، لان فاش يبتلك الله سبحانه وتعالى يعطيك الحسنات فابور ويبتلك واحد المرض واحد قلة الضمير وسميتو، ف تيكون واحد تيكون الاجر من كل الجوانب. الحمد لله اللهم لك الحمد. ومرض السرطان راه مقدور عليه، ولكن مرض ديال قلة الضمير راه هذاك راه شي حاجة عاوتاني صعيبة بزاف. يلا كبدات ديالي تهلاو ليا في راسكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.